تعرف بمين عم تذكرني؟ بأبوك السلطان الظالم سليم يلي ما عنده قلب، مشان هيك صرت عم خاف من يلي بدك تساويه بكرة. أنا عن جد متفاجأة. مو هذا ابني اللي ربيته وتعبت عليه؟ تعليه مولاي السلطان، خبر ست الكل إنه بدي شوفها السلطانة الأم. راح تزور السلطانة خديجة وتطمن عليها يا مولاي. بس ترجع خبرها. مولاي السلطان، كنت اليوم بقصر الصيد. هاي الأميرة إيزابيل وضع بيقطع القلب، عن جد مسكينة، ضلت ساعة تترجاني، قال حابة إنها تشوفكن. طلع لبرا. قالت يا مولاي ما رح تاكل ولا تشرب لحتى تشوفكن، وقالت شو صار بالأمير فريدريك؟ وينه هلأ؟ القارب لساته بالمينا، وعلى الأغلب انكمش. إذا هاد الحكي صحيح معناتها نحن بمشكلة كبيرة، إن شاء الله ما يحكي شيء. شوفي مارسيلو، استنى، شو هالوقاحة؟ كيف بتفوت لهون على بيتي بدون إذني؟ عم نفذ الأوامر، لازم نروح. لوين بدنا نروح؟ إبراهيم باشا ما رح يسامحك أبداً على هذا الشيء. لنشوف مين بده يطلب من الباشا إنه يسامحه. هو اللي بعتنا نجيبك. خدوه. استنوا استنوا، أنتوا أكيد فهمانين غلط. خدوه. أنتوا رح تندموا، رح تعرفوا إنه إبراهيم باشا ما رح يسامحكم أبداً على اللي عم تعملوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شو طلع بوشك ابليس؟ ليش في ابليس وانت موجود؟ بعد يا بني ادم، بعد عن طريقي قبل ما اكسر لك ايدك. ها السلطانه هيام على طول عم تسال عنك، ما بعرف ليش معصبه منك، عيوني عم تقدح نار. لا مو مزبوط، قال ما بتعرف شو عم تساوي من وراها. قالت رح تشلو لسانه لسنبول الدجال، وقالت بدي اسلخ جلده عن عظمه، واني رح طعميه للكلاب. ايه بعد هيك؟ تضرب جربوها. سلطانتي، قالوا لي إنك عم تسألي عني. سنبولة، ليش ما حبيتها للسلطانة هيام؟ أستغفر الله، روحي فداكي، أنت أمريني وأنا بنفذ. مدام هيك، أنت شلون بتخبي عني؟ نعم، بقصد المرة اللي مستضيفة مولاي، ليش ما عطيتني خبر؟ شو بتقصدي؟ ما عم فهم. يلا سنبول قلي، بقصر الصيد في وحدة انت عم تخدمها. مين هي؟ يعني شو اسمها؟ أحسن لك هلأ تقلي كل شي وما تخبي شي. والله أنا ما بعرف شي يا سلطانة، بس إجاني خبر بشي بوعدك بيجي بحكي لك. هاد اسمه كذب، في ناس شافوك هنيك. سلطانة سامحيني، والله هالموضوع أنا ممنوع أحكي فيه لأنه سر، والله راسي بيطير فيها. يا ربي شو اللي عم بيصير؟
سليمان انت شو عم تساوي فيني؟ بس ما تكون يا سليمان عم تخوني. انتو لوين جايبيني؟ وين ابراهيم باشا وينه؟ وصلت لنهاية الطريق يا كريتي. رح تدفع تمن خيانتك لجلالة السلطان والدولة العلية. أنا ما ساويت شيء أبداً. بدي تتركني فوراً. إبراهيم باشا مستحيل يقبل يصير لي هالشيء. فوت لعنده. كيديسي شاركان نولي إمبراطورة لبرنسيسا ديسنكتين لرسونسون فاليماريس كاليماريس لبرنسيسا نومي كايغو فيندرا اون ديا شاركون بوندرا سلطانو سليمانو دي لا استوريا. Nosotros femis estofems equipodano ledi. Estota estato embrado no diconda esta laios coso egresto en agola. Los torbos nota. Bondra sultan Suleiman los torquesto. حضرة الباشا بالي بيك اقتحم البيت وقال انه بدك تشوفني وبعدين جابني بالقوة وعاملني بطريقة ما بتليق بمستشار مثلي. قل لي ليش انا هون باشا؟ شوفي فيكن تقلولي؟ انا مالي فهمان اي شيء من اللي عم يصير يا باشا. سينيور كريتي بظن تعرفت على الأمير فريدريك مو هيك؟ أنا أول مرة بشوفه يا باشا. فعلا يا باشا هي أول مرة بشوفه. في واحد مساعده يا كريتي وأخده على قصر الصيد. ما عندي علم بالموضوع أبدا. أكيد أكيد نحن ثقتنا فيك كتير كبيرة سينيور كريتي. أنت إنسان ذكي لدرجة أنك مستحيل تشارك بهيك خيانة كبيرة للسلطان سليمان وللدولة العالية. ما هيك؟ أنا هلأ جبتك لهون لحتى تلتقي بالسفراء وتقلن الأمير فريدريك صار أسير عند السلطان. لشوف هالمرة شو رح يعرضوا علينا. وضع خديجة مو عاجبني أبداً يا درة. وقت اللي بده يروح إبراهيم رح يسوق وضع أكثر. شو رأيك تجي لعندك لهون سلطانة؟ يا ريت لو تجي بس مستحيل ترضى. منحاول نقنعها إنها تجي. مولاتي السلطانة؟ مولاي السلطان حابب يشوف حضرتكن وقال ضروري كتير. باشا سامحني ما تواخذني. ولا يهمك ست فريال. أنا بكرة الصبح رح أروح. الولد وسلطانة خديجة والقصر بأمانتك. أنا كتير بوثق فيكي. روح وإنت مطمن إبراهيم باشا. أنا هون مشان حضرتك. أنا قصدي يعني مشان أخدمك وأخدم عيلتك. الله ينصرك على أعدائك ويرجعنا إياك بالسلامة. شكراً كتير. مولاي السلطان، السلطانة الأم شرفت على القصر هلأ. مولاي
أنا وصلت لها رغبتكم، بس قالت لي وضعها ما بيسمح لها، قال هي تعبانة. لبرا. ساعدتي إنه ضل جنبكن على طول. ابني الغالي وحبيبتي اللي بموت فيها وبعشقها. بكرة مسافر يا إبراهيم، معقول تتركنا أنا وابنك؟ والله أنا بجن إذا بيصير لك شي. ما كان فيك تجي أبكر من هيك هالليلة يا سلطان. المهم إني أجيت. سلطان اليوم حاكته للسلطان بس ما وفق، رفض. شو حكيت معه؟ قلت له تحاكي للسلطان مشان ما يبعتك. انتو كيف بتساوي هيك شغلة بدون ما تسألوني وتاخدوا رأيي يا سلطانة؟ هلأ مولاي السلطان بجوز يفكر انه هي رغبتي، يمكن يفكر انه انا طلبت منكن هالشي. انا مو حابة تتركني ابراهيم، انا بحاجة لإلك. رح أرجع بأقرب وقت. وإذا ما رجعت لنا نحن شو بده يصير فينا؟ سلطانة أوعك تفكري بهالاحتمال وإلا حتتعبي. نسيتي إني أنا محارب مخضرم واجهت جيوش ليوش بوادي مهاج؟ أنا خلال ساعات قدرت إهزمون. معقول خاف من تمرد صغير مشارك فيه كم واحد؟ مولاي جهزنا 3000 جندي مشاة و2000 من الخيالة، لو سمحت اليوم ناويين انه ننطلق. على خير ان شاء الله يا ابراهيم. الامير فريدريك شفته شيء؟ حكيت معه؟ ايه بس ما قال لي مين اللي ساعده. واضح هالشي يا باشا، السنيور كريتي هو اللي ساعده. مزبوط. ما في اي دليل ضده. ما فينا نتهمه حاليا. ليش ما فينا نتهمه؟ كريتي مو عدونا يا مأمون اوغلو، بالعكس رح نستفيد منه كتير بالمستقبل ولازم نكسبه. كأنه السنيور عم يلعب علينا يا مولاي. اتركوه يلعب، ما دامه قدام عيوننا ما في أي مشكلة بنوب. اليوم رح يجوا السفراء، بتحب إني ضل معكم مولاي؟ شغلك ما بيتأجل، أنت روح، أنا بهتم بالموضوع من عندي. الأميرة إيزابيل والأمير فريدريك بأمانتك يا مأمون أوغلو. أمرك مولاي السلطان. ثقتي فيك كبيرة. مولاي من بعد إذنك. إذنك معك يا إبراهيم. بدي اياك تدير بالك على حالك والله ينصرك على هالمتمردين وترجع لنا سالم. هات لشوف، احكي لي. باشا منيح اللي شفتك قبل ما تروح. خير يا سلطانة؟ أكيد أنت جاي تدعيلي مشان أرجع سالم. مزبوط. دير بالك على حالك يا باشا، بس أنا متأكدة إنه الأصنام اللي جبتها رح تكون حاميتك. مولاي صعب يستقبلك تعرفي، بهالأيام هو كتير مشغول وما عنده وقت لحضرتك.
سلطانة يلا خلينا نفوت، الجو بلش يبرد. السلطانة معها حق، من لما جابوهن لهالتماثيل لهون ونحن ما شفنا يوم منيح. سلطانة لو كانوا هدول التماثيل بضروكن ما كان إبراهيم باشا جابهم وحطهم بالحديقة. في حدا وجه لك سؤال فريال؟ انتبهي منيح أصحك تتدخلي بأمورنا. العفو منك سلطانة. بعدين أنت شو عم تساوي عندك؟ تارك محمد فوق لحاله؟ قلت له لا تعمل هيك بس ما رد علي. هلا الأمور هيك تعقدت أكتر. يا ريت لو خبرتنا من قبل. الأمور صارت بسرعة وما كان قدامي فرصة. على كل بجوز السلطان يقبل اقتراحكم. ما بدي أكل قبل ما يجي سلطان سليمان، ما بدي شي حتى لو متت. لا تساوي بحالك هيك، جلالة السلطان إذا ما أجى اليوم بكرة بيجي. اصبر شوي حضرة الأميرة. ما رح أصبر، أنا لازم أحكي معه فوراً للسلطان. ما رح اسمح له يقتله للأمير فريدريك. سينيورا لبولونتاد دي سلطان مويه إمبوتانتي نادي بويدي كامبيالارا نو بوي دي سيركي سيتمانا. حضرة السلطان سليمان، إذا بتسمح لنا السفراء جايين اليوم لحتى يطلبوا فرصة جديدة للتفاوض. كريتي هني عندهم علم مين في بين إيدي وكيف قبضنا عليه؟ إيه بيعرفوا مولاي السلطان. لنشوف هالمرة قديش بدهم يعرضوا علينا ذهب. ما بعرف إذا هني معتبرينه ضيف أو أسير عنا. لنشوف شو قيمته عندكم. الملك فرديناند بيتعهد إنه يقدم لكم مبلغ 100,000 ذهبة من شان الضيوف اللي عندكم. يا دي النعيم اللي انت فيه. شو يا وقا؟ قلبي شايفك مبسوط. يا دي بظن أمورك بخير ما هيك؟ يا ريت تسكره لتمك، هلأ بتصيبني بالعين. يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي. هذا هو اللي أنا قلت لكم عليه. يا دي النعيم يلا دبرو. يا دي النعيم اللي انت فيه يا يلا قوم حالي. شو عم بيصير؟ هلا بتعرف شو عم بيصير؟ قوم يلا. مين انتو؟ شو صار؟ لك لك لوين؟ لك يلا يلا هيوا لحظة بس لحظة صابون على عيوني. لك مين انتو شو عم تسووا؟ هلا هلا اتركوني اتركوا شكري اتركوني مشان الله يا شكري. لك ساعدني يا شكري. لك مين انتو؟ والله عم يستنوني بالمطبخ. لك اتركوني مشان الله اتركوني. تضرب انت ومطبخك. لك شو عم تعملوا جناتو؟ لك انت بدك حمام منيح يا وياه. لك اتركوني ما رح نتركك لحتى تنضف. استاهل. لك المي كتير سخنة حرقتوني. بدك مي سخنة بدك مي عم تغلي. شو عم تعملوا؟ حاجة تقيد مثل لعب صغار شباك. شد حالك اتركوني. لك اتركوني. شد حالك خلاص يلا هنن سطلين مي وخلصنا. لك انتو ليش هيك عم تعملوا فيني ليش؟ دستور السلطان سليمان المعظم. ست الكل تفضل ابني. أنا أجيت أخذه لمصطفى. تعال يا مصطفى اليوم بدنا نتسابق على الحصان. مولاي رح تروحوا اليوم على الحديقة الخاصة؟ لا رح أروح باتجاه الخليج ويمكن كمان على الغابة. يلا يا مصطفى قبل ما تعتم الدنيا. Oh.
ولي شكري شو وين رحت؟ لا إله إلا الله. مين اللي أخذ لي ثيابي؟ كيف هيك؟ يا جماعة سامعيني، في حدا هون؟ ما في حدا هون؟ وهلأ شو بدي ساوي أنا لأطلع من هالورطة؟ أنا مو لابس شي بنوب، شو بدي أعمل؟ معقول ضل هون؟ شلون هدول راحوا وتركوني؟ ما في حدا هون أبداً؟ وأنا شلون بدي أطلع لبرا؟ وينك يا شكري؟ يا بنات تعالوا لعندي. لا تضحكوا علي هيك بموتكن. شو اللي صار لك وئام؟ كنت بالحمام ومبسوط، وابليس سرق لي كل ثيابي، ومشان هيك بتوقفوا حوالي وبتغطوني لروح على غرفتي. يلا تعالوا امشوا امشوا. لك لا حاجة بقى، شو هاد؟ لك لا خلاص انت وياها شبكن. شو عم بيصير هون؟ ولي على هالمصيبة هي؟ انتو شو عم تعملوا؟ يلا فوتوا لجوا، يلا يلا يلا. أعوذ بالله من هالمنظر، أعوذ بالله. أوه لا 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 مو زبطة بنوب، يلا عيدها عيدها يلا. لا إله إلا الله. يلا 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 يلا. إيه شفت؟ في حدا بيطلع هيك من الحمام بدون ثياب يا بني آدم؟ الظاهر ضربوك بالحمام وقلعوك؟ أنا بورجيك يا سمبل، بهدلتوني وشرشحتوني قدام كل النسوان. شكري قال لي إنك مأمل، قمت حرقت لك ثيابك. شو عم تقول؟ والله أنا ما جبت سيرتك بالمرة. انت اسكت، لسه شي نهار بدي ابعج لك كرشك الكبير. لسه ما شفت شي. العمى عملتوها؟ رح تشوفوا كيف رح روح اشتكي عليكم للسلطان الأم. دخيلك اتفضل اشتكي مشان رأسك يطير. يلا انت شو اللي بدك يا مني؟ بدي منك تقعد عاقل، وإنك تلزم حدودك وتساوي كل شي أنا بقلك عليه. وما يقرب علي كمان، ولا تتدخل بشغل شكري. لكن اتفقتوا علي؟ مو مشكلة. فسفوسة انت، ابو كرش انت، واحد كذاب انت، واحد فتان، واحد مثلك. فيني اسبق واسبق ابراهيم، صاني سريع كثير وتعود علي. لكان ورجيني مهارتك بالسباق. هلا يلي بيصل بالاول على القصر بيفوز. سليمان ابينيدو تقالي معي. سنيورة إيزابيلا لو سمحتي اهدي شوي، ممكن تقولي شي وينزعج منك. ملاك لا تخافي، ما رح يعمل لي شي أبدا. أنت متأكدة أنه ما رح يساوي لك شي؟ أنا بعرف سلطان لو بده كان أملا من زمان. تمام امشي معي. صاير كتير منيح بركوب الخيل يا مصطفى. سليمان مين بتكون هي بابا؟
سنيورة إيزابيل، هاي ضيفتي، هذا ابني الأمير مصطفى. تشرفنا، ممكن أحكي معك؟ لو تشوف شو صار بكريتي وقت التقينا بالسلطان وشو صار أصغر من الرعبة. هيك عم تضغطوا على السنيور كتير، هذا الزلمة كتير غني، أكتر بواخر وسفن المينا لقلو. أرمين؟ هو يلي بنى البيوت يلي فوق. صورتك ما عم تفارق خيالي بنوب. آه، انت مصر تعمل لي مشكلة؟ هاي الطريقة ما بتجيب نتيجة معي، لأني مو ناوي اتسلم مع حدا بنوب. أعطيني فرصة واحدة بس ورح تعرفي قديش أنا شخص جدي. أنا ما بدي شوفك. بدك تشوفيني. ما بدي شوفك. بدك تشوفيني. سليمان، شو أملته فيه؟ هو لساته عايش؟ مشكلة إنه ذنبه كتير كبير بس لساته عايش، والمفروض يدفع ثمن عملته. سليمان اتركه، هو بيستاهل إنه يعيش. لهالدرجة أنت بتحبيه؟ أكيد أنا بحبه، هو بيكون خطيبي ونحنا منحب بعض من زمان ووعدنا بعض على الإخلاص، وإنت لاحظت قديش بيحبني، ومشان هيك إجا مشان يخلصني. ومو متل ما فكرت حضرتك، يعني هو أبداً ما بده يقاضيني بالذهب. اليوم إجا سفيركم مرة تانية ودفعنا لتمن حريتك ضعفين المبلغ، وقدمنا نفس العرض مشان خطيبك، بس نحنا مو موافقين العرض. لا، هو ما بيستاهل، لا تقتله. خطيبك تجرأ ودخل على منطقتي بدون إذن مني، وغير هيك حاول إنه يخطف واحدة من رعايا السلطان. سليمان، أنت شو بدك منا؟ ولا أنت بهالطريقة عم تستمتع بوجعي؟ إذا حاولتوا انتوا تقتلوا، انا رح اقتل حالي. ما لاحظت كيف كان وضعون؟ علاقتهم صايرة مو منيحة. مولاتي هي وجلالته ما عم يضحكوا ابدا. معقول يكون مصطفى السبب؟ مو معقول. هديك الليلة شفتها للسلطانة وهي عم تبكي بجناحها. بتكون السلطانة هيام ورا هالشي. بتصور السبب شي تاني، جلالة السلطان صاير معه شي، علاقته مع هيام كمان صايرة مو منيحة. أمي؟ مصطفى؟ انبسطتوا حبيبي؟ ايه والله كتير انبسطنا، أنا وبابا تسابقنا وشوي كنت حاسبقه. لوين أخدك؟ أنا وياه رحنا على قصر الصيد، بابا عرفني على المرة اللي بضيافته. في مرة بضيافته؟ وشو حلوة هالمرة اللي هني، بس ما فهمت عليها ولا كلمة من اللي حكته. أنت متأكد؟ إيه طبعاً. ما عرفت عنها شي؟ ما عرفت، بابا قال لي إنه ضيفته وبس.